بسم الله. بعد ما اخدنا الفانكشن اللي احنا عملناه من شويه، انا هاخد منها كوبي كده واعملها في مثال جديد. اللي احنا كتبناه جوه الفانكشن ده حتى الان ده البادي اوف فانكشن ده، او الاوامر اللي المفروض تتنفذ. لو احنا اعتبرناها سب بروجرام فده الكود بتاع السب بروجرام. طب اي بروجرام ممكن يبقى ليه انبوتس، ممكن يكون يبقى ليه ايه اوتبوتس، وليه طبعا اوامر. الاوامر اهي، طب عايزين نعمل له انبوتس بس. الانبوتس دي بنسميها بارامتر، بنسميها ايه بارامتر، وممكن بعض الاحيان نسميها ايه ارجمنتس. انا عملت نفس الفانكشن جنريت راندوم نمبر فيرجن 2 خلاص عشان اقدر استدعيها، يعني عشان طبعا الملفات كلها مرتبطه واحنا عندنا المين ممكن تاكسس الفانكشنز اللي في الفايلز الثانيه. لكن انا عملت الفانكشن دي سميتها نفس الاسم بس فيرجن 2، وعرفت فاريبل سميته ماكس ونوع انت عادي جدا، بس عرفته ما بين القوسين. دي معناها ان لما اجي انادي على جنريت راندوم نمبر لازم يبعت لها قيمه مرسله اسمها الماكس، وهي عباره عن رقم صحيح. تلاحظوا كده في جنريت راندوم نمبر فيرجن 2 كتبت 5 وكتبت 10، وخليت النكست انت في الراندوم بقى فروم 1 لغايه الرقم اللي انت ايه بعته بس بلس 1 عشان ما يبقاش انتل يبقى 2 خلاص، يعني ما يبقاش لغايه 6 و6 مش معايا، لا يبقى لغايه 6 و6 معايا، او لو بعت 7 يبقى لغايه 7 و7 معايا. عملت كده فكره بسيطه جدا يعني، وبعت 5 و10. فالمفترض ان هو يجيب لي رقم عشوائي من 1 لغايه 5 وال5 معايا، واحد لغايه 10 وال10 معايا. تلاحظوا اول رقم طلع لي 5 و2، يعني ال5 اشتغلت، و5 و3 ال5 اشتغلت كويس جدا، 1 و2 3 و9 خلاص اكني احنا المفروض باعتين 10 فالمفروض يقبل 10، 3 و4 2 و10. تلاحظوا ادي الايه، ادي الماكس بتاعي بقى لغايه كام، لغايه ال10، لان انا كده لعبت في الفكره بتاعتي بشكل بسيط. بقى 5 و10، ادي معانا الحظ اهو، جاب معانا الخمسه اللي اعلى حاجه في الاولى و10 اعلى حاجه في الايه، اعلى حاجه في النداء الثاني. بكده احنا عملنا بارامتر، يعني عملنا قيمه لابد ان ترسل للفانكشن عشان الفانكشن تقوم بايه، تقوم بوظيفتها او بعملها. هعمل اكزامبل تاني نفس برضو اللي فات ده بالظبط. عايز اقول في ايه، هعمل طبعا هسميه الاول فيرجن 3 عشان ما يعملش كونفليكت مع الفيرجن او ينادي على حاجه تانيه غلط على الفانكشن بتاعت الفايل اللي فات. فعملت ايه، هبعت المره دي اكتر من بارامتر، يعني عايز ابعت اكتر من ايه، اكتر من انبوت. عشان ابعت اكتر من انبوت بس بفصل ما بينهم بكوما، فعملت مينيمم وانت وعملت ماكسيمم وايه وانت خلاص بقى كده معنا. وخليت بقى النكست انت من المينيمم للماكسيمم اللي انا قايله، بس مش انتل يعني مش لحتى الرقم، لا معايا الرقم عشان كده زودت واحد خلاص. قمت باعت 3 و5 وباعت 3 وايه وباعت 5 و10، يبقى الرقم الاولاني كده لما يجي رن هيجيب لي من رقم عشوائي من 3 ل 5 وفعلا جاب لي 5. الرقم الثاني كان المفترض ان هو هيجيب لي رقم عشوائي ما بين ال5 وال10 فجاب لي 9 وده صحيح. ثاني رقم جاب لي ال4 وال8، جاب لي ال3 وال8 وده صحيح برضو. الرينج بتاعي من 3 ل 5 والرينج الثاني من 5 ل 10 جاب لي 5 و5 فعلا، جاب الماكسيمم بتاع الاولاني وجاب لي المينيمم بتاع الثاني، 3 و7 وهكذا، 4 و9 وهكذا، من الارقام اللي هي ايه اللي هي بتوين الرينج اللي انا حددته بسبب البارامتر اللي احنا بعتناها للفانكشن.